صباح الخير يا جماعة. صباح النور دكتور. صباح النور دكتور. الخاصة بالفايبرس بروتينز وكنا تكلمنا عن الكولاجين and the genetic disorders that might be developed if we have mutations in certain genes that are related to the synthesis or metabolism of collagen. قلنا انه هذول الديزيز بيكونوا structural proteins او اللي بيكونوا functional structures. بالعاده الميوتيشنز اللي فيهم بيكون اسمه dominant negative effect or dominant negative mutation. السبب في ذلك انه وجود نسخه واحده تحتوي على طفره كافي انه يظهر الديزيز. السبب في ذلك انه هذا البروتين اللي فيه خلل راح يكون جزء من البروتين وبالتالي راح يكون هو ديفكتد لانه اليونت اللي فيها ديفكت as simple as that. عشان هيك احنا بنسميه نيجاتيف. هلا من الامراض الاخرى الوراثيه المرتبطه بالفورميشن اوف كولاجين ديزيز اللي كويسن ديستريبيوشن ويعرف باسم اوستيوجينيسيس امبيرفكتا وممكن يؤدي الى الابورشن او ستيل بير اللي هو ولاده الاطفال الميتين على السيفيريتي وعلى التايب. هسا كلمه اوستيوجينيسيس امبيرفكتا تعني بشكل عام اللي هو عدم اكتمال امبيرفكتا من كلمه امبيرفكت سيم ثينج ولكن من الاصول اللاتينيه بتكون اسمها امبيرفكتا. فهي اقرب للغه الايطاليه والاسبانيه واللغات الشرق الاوسط البحر المتوسط الشمال جنوب اوروبا ولكن الشمال المتوسط. Anyways الاوستيوجينيسيس معناها كمان برضه اغريقيه او لاتينيه تعني فورميشن اوف بون. امبيرفكت معناها مينز انه امبيرفكت غير مكتمل تكوين العظام لاسباب متعلقه بالمواد الاساسيه لتكوين العظام. كلنا صرنا نعرف الان يفترض انه ذا دوميننت بروتين اور دوميننت كولاجين ذات وي هاف تو هاف ان ذا بون از تايب 1 اوكي از ا كولاجين. هلا هون انا بس yeah. This is type 1 collagen which is the predominant form that we have to have in the bone structure. هلا اي mutation في هذا الكولاجين او في الالفا chains المسؤولين عن هذا الكولاجين will develop such kind of disease. وبالتالي احنا نتوقع انه الميوتيشنز الموجوده في الفا 1 او الفا 2 هم الاكثر prevalence انا بسميهم او اكثر شيوعا في الميوتيشنز اللي ممكن تؤدي الى الاوستيوجينيسيس بيرفكت. ليش؟ لانه هذول هم مسؤولين عن تكوين كولاجين تايب 1 وبالتالي اي ميوتيشن بالفا 1 او الفا 2 will be associated with such kind of disease. واكثر من 80% معناها في عندي نسبه اخرى 20% ليس لها علاقه بالفا 1 الفا 2 كاوستيوجينيسيس بيرفكت له علاقه بامور اخرى مرتبطه بالميتابوليزم نفسه. هلا السبب الخلل الفظيع اللي بيعمله هذا النوع من الميوتيشن انه بكل بساطه most of the mutations are replacing glycine with another huge amino acid. And يكون في عندنا يفترض الجلايسين is the one that should be خلينا نستعمل الميوت الصوت هون. هلا يفترض انه الجلايسين هو الحامض الامين اللي بيتكرر كل ثلاث احماض امينيه. عندي جلايسين اكس اند واي بعدين جلايسين بعدين اكس اند واي. فتخيل انه هذا الجلايسين هو فيه المشكله في مكان ما. اوكي سو طبعا مش كل الجلايسينز جلايسين في مكان ما سو ات ويل ديستروي ذا فورمال ستراكشر اور نيتيف ستراكشر اوف ذا بروتين. هلا بشكل اساسي بالنسبه للكولاجين كلنا بنعرف انه هي عباره عن الفا تشين طالع نازل بهذا الشكل. اوكي فممكن يكون عندنا تغير في هذا الشكل بحيث انه يصير هيك تمام بدون ما يعمل الهيليكال ستراكشر او السيمي هيليكال ستراكشر. فهذا راح يؤدي الى تكوين كولاجين فيه عيب فيه خلل. اوكي لانه ما راح يكون عامل رابطه هيدروجينيه كما يجب، مش راح يعمل كروس لينكج كما يجب، وبالتالي في عندك ديفكت في الكولاجين. اذا في ديفكت في الكولاجين سو يو ار نوت فورمينج ذا تيشو ان ذا رايت واي. ذاتس ذا سمبل مينينج اوف هافينج ميوتيشن ان ذا جلايسين. هلا في عندنا موست كومن اند موست سيفير ديزيزز اوف ذا اوستيوجينيسيس امبيرفكتا. ذا موست كومن 1 اللي هو تايب 1، في عندنا تايب 1 بيختلف عن تايب 1 اللي هون، تايب 1 هون نقصت فيه الكولاجين، بينما هون
اوستيجينس امبيرفكتا تايب 1 اللي هو النوع الاول من اوستيجينس امبيرفكتا. في عندي تايب 2 تايب 3 تايب 4 depending on the type of the mutation. هلا the most severe one اللي هو تايب 2 كاوستيجينس امبيرفكتا and this is because the development of incomplete growth of the bone زي ما احنا شايفين هون and it will be lethal or fatal genetic disorder. فواحد من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى موت الاجنه اللي هو وجود عيوب خلقيه في تكوين العظام ناتجه عن الميوتيشن فقط في جلايسين امينو اسيد. As simple as that. Okay. اي اسئله؟ لانه ننتقل لموضوع شوي مختلف بسيط عن موضوع الكولاجين، راح نحكي عن بروتين اخر اللي هو الالاستين. هلا الالاستين برضه فايبرس بروتين، في شوي تشابه مع الكولاجين من ناحيه انه هو ستراكشرال بروتين لونج شيلف لايف اذا بدك، بعض السيميلاريتيز بالكروس لينكج الموجوده عنده، ولكن في اختلاف جوهري بشيئين اساسيات اللي هو وضعيه الامحاض احماض اميني اللي بكونه، بالاضافه للفلكسبيليتي، عشان هيك هو اسمه الاستين. الاستين جاي الكلمه من الاستيسيتي بيهيفير اوف ذيس بروتين. ايش يعني؟ يعني هذا البروتين عنده قدره انه يعمل ستريتشنج اند as well as relaxation. So you can stretch it and it will be relaxed if you remove the stress or the pressure or the force اللي بتعمل له ستريتشنج. فبمعنى اخر هو مطاطي. هذا معنى كلمه الاستين. اوكي؟ ف it's rubber like protein and this structural property of the elastin is very important for the function of certain tissues. مهم جدا لعمل اللنك as well as the arteries, which is a large arteries and elastic ligaments with other organs of course. ليش؟ لانه انا بدي بهذول structures انسجه عندها قدره على الانقباض والاندثار، تمام، وتتحمل الشد، عمليه الشد اللي بتصير على هذول الانسجه. لذلك يتطلب انه هذول الخلايا الموجودين في ذاك المكان يكون عندهم بروتين خاص اللي هو الالاستين بريدومينانت اذا قورن ببروتينات اخرى، يعني موجود منتشر اكثر. هلا اللانج وير موجود بكثره الالاستين حول الالفيولاي. ايش الالفيولاي هذول؟ من شو اسمه اخر الستركشرز بالريسبيراتوري سيستم بيكونوا جوا اللانز، بصير عندهم الاكسشينج ولا هذيك ايش؟ بالعربي حويصلات الهوائيه. حويصلات الهوائيه بكل بساطه. اوكي، فعجبني الوصف الاول والوصف الثاني، يعني في عندنا رايت اواي ديسكربشن وفي عندنا تفصيل انه هي كذا وكذا. anyways فهي الحويصلات الهوائيه اللي عندها قدره على انقباض والانبساط عشان انه هي تقدر تفرغ الهواء من داخل الفئه او تستوعب الهواء. هاي الفلكسبيليتي مطلوبه لهذا الفانكشن. اذا فقدنا هاي الفلكسبيليتي there will be a problem، راح اتكلم عنها بعد شوي. هلا اليونت اللي بنجمعهم مع بعض عشان نعمل الاستين بالكولاجين، لما كنا نجمع الكولاجين كان في عندنا شيء اسمه تروبو كولاجين، هلا هون اسمه تروبو الاستين. خلينا نعمل ميوت ل مين اللي ترد الشيخ هون؟ خزانه فادي المايك عندك مفتوح. طيب، so تروبو كولاجين يونتس تقريبا بنسميها 100 حامض امين، يعني اقصر شوي من الكولاجين، بيتحدوا مع بعض بطريقه مختلفه شوي عن الكولاجين. الكولاجين عباره عن فايبر ستراكشر، بينما هون بدك تعمل انت نوع شبكي نتوركينج in order to have elastic structure. هلا هو غني باحماض امينيه نوعا ما زي الجلايسين الالانين فالين برولين اللايسين، بالاضافه ل presence of hydroxyproline and hydroxylysine. من ميزاته انه كمان بيعمل interaction مع regulatory proteins الموجودين خارج الخليه اللي هو الاكسترسيلولار ماتريكس. And there is big similarity with the collagen زي ما حكينا بالكروس لينكج، مع شويه اختلافات انه بيحول اللايسين الى اللايسين عن طريق اللايسين اوكستيز انزيم. شفنا هذا الكلام بالكولاجين انه لازم يكون في عندي لايسين واللايسين عشان نعمل كروس لينكج، وهذا الحكي برضه موجود في الالاستين بس بطريقه مختلفه شوي راح نحكي عنها. Mutations in fibrillin type 1 اللي هو احد البروتينات اللي تعمل انتراكشن مع الالاستين will cause a deficiency that will lead to Marfan syndrome. Marfan syndrome اللي هو هذا الكلينيكال فيتشر اوف ذا Marfan syndrome due to the deficiency of the fibrillin protein that is associated with the elastin just as an example of genetic disorders.
حكينا انه في عندنا كروس لينكج للكولاجين، بمعنى اخر انا في عندي فايبر كل واحد تقريبا بنسميه متحمر، يعني بدي اعمل كروس لينكج بينهم بالتالي حتى اربطهم مع بعض، بدي هذا النوع من الكروس لينكج اللي هو بتطلب وجود 3 اللايسين وواحد لايسين in order to make this kind of cross linkage. فانا في عندي فايبر هون فايبر هون فايبر هون فايبر هون بدي اربطهم مع بعض بشان الاستيسيتي through what's called هي covalent bond of course desmosine cross linkage اللي هو ارتباط واحد اثنين ثلاثة اللايسين or اللايسل بدك مع واحد لايسين. اوكي هلا اللايسين شو عرفنا انه ثلاثة اللايسين واحد لايسين؟ لانه اللايسين لا زالت عنده الامينو جروب موجود، هذول اضطرينا نحولهم الى اللايسين عشان نعمل كاربون الاندز، هذول يساعدوا على الارتباط مع الامينو جروب بهذا الشكل الغريب جدا اللي هو بيساعد على الالاستيسيتي بروبرتي اوف ذا الاستين. تمام؟ سو ذاتس واي الالاستين عنده الاستيسيتي بيهيفير اور بروبرتي. هلا ليش حكينا عن الالاستين وباقتضاب ما دخلناش في التفاصيل تبعه؟ لازم نحكي عن شيء مرتبط بالالاستين ستراكشر، انه الالاستين يكون فانكشنال، يكون مؤدي وظائفه بدون اي خلل، ولكن اذا حدث خلل ما زي المثال، طبعا هذول الستيتمنتس راح نحكي عنهم بعد شويه، بس انا بدي احكي عن الستوري بهذا الشكل حتى تكون واضحه المفاهيم اللي بدنا نحكيها الان. هلا الالاستين زي ما حكينا في بدايه المحاضره هو موجود في مناطق تتطلب وجود او وظائف تتطلب وجود مرونه زي الالفيولار سيستم، هذول الالفيولاي هذا الانفيريت سيلز تبعونهم، وفي عندنا هون البلود فيزلز، وهون المنطقه اللي فيها الاير اذا بدك اللي هو الهواء الجوي اللي حتى يصير او الجازز حتى يصير عندنا اكسشينج. هلا لسبب ما حدث عند هذا الشخص زي اي شخص اخر انفكشن، تمام؟ وهذا الانفكشن ممكن يكون اي نوع من الانفكشن، هذا الانفكشن normally the body will respond by activation of immune system اللي هو the neutrophils. هلا neutrophils استجابة لوجود infectious agent ممكن يكون virus ممكن يكون bacteria ممكن يكون fungus ممكن يكون pollen grains في مثال بيعملوا الحساسية. So the neutrophils will start to secrete their components. هلا في شغلة أساسية لازم نعرفها احنا بالمناعة، انه جهاز المناعة عندنا يقسم الى جزئين اساسيات. الجزء الاول بسموه المناعه الداخليه او الطبيعيه اللي هو الانيت اميون سيستم، موجود معنا كلنا بدون تخصيص، وهو دفاع عام، يعني بدافع عن الجسم ضد ميكروبات بشكل عام مش ضد ميكروب محدد، يعني على سبيل المثال السكن يعتبر انيت. الاسيد الموجود في الاستومك يعتبر انيت. التيرز، السويت، اذر فلويدز اند ميوكس، هذول كلهم اجهزه مناعيه يعتبر بالاضافه للوايت بلاد سيلز موجودين في جسمنا حتى يقاوموا بشكل عام، يعني اجهزه دفاع عامه. هلا في قوات خاصه تتكون في الجسم اللي هي القسم الثاني من جهاز المناعه اللي هو الاكوارد اميون سيستم. الاكوارد اميون سيستم معناها انه الجسم يكتسب مناعه ضد سبيسيفيك انتيجنز زي الفيروسات، تمام؟ يعني المفروض منطقيا حسب العلم انه احنا اذا انصبنا بالكورونا، العلم بيحكي انه المره الجاي ما راح تصاب بالكورونا بنفس الاعراض، راح تكون عندك الاعراض اخف بكثير لانه انت طورت مناعه. ولكن في اصرار حسب التوصيات انه اذا اصبت بالكورونا او ما اصبت بالكورونا لازم تاخذ الفاكسين. I cannot explain it صراحه، لانه من درس علم يعني هيك الساينس بيحكي. فخلاصه القول كالاتي، انه احنا جهاز المناعه هذا فيه أجزاء من المناعة غير متخصصة زي النيوتروفولز، وهذول النيوتروفولز بيفرزوا إنزيمز برضو بشكل عام بسموهم بروتياسز. تمام؟ أو بروتينيسز. البروتياسز أو البروتينيسز عبارة عن مجموعة إنزيمز هدفها الأساسي إنها مين تهاجم؟ الفيروسز؟ يس، اللي هو الانفكشوس ايجنت. ولكن لانه هذا الانزيم بيختص بتدمير البروتينات، فممكن يكون في تشابه بين البروتينات اللي هو بقصدها في الميكروبات والبروتينات الموجوده عندنا، وهذا وارد جدا. ليش؟ لانه هذول الانزيمز
اللي هم البروتياسز مش سبيسيفيك للبروتين، بمسك في البروتين بحطمه، هو سبيسيفيك للبيبتايد بوند، يعني بيميز البيبتايد بوند بين حامض اميني واخر، وبالتالي وارد 100% انه يكون في تشابهات، وهذا بيؤدي انه هذول البروتياسز يروحوا يهاجموا الالاستين اللي احنا شايفينه هون في جسمنا. طيب هلا مجرد ما ببلش يهاجم بالالاستين اللي حول الالفيولار سيستم راح يصير في مشكله بالفانكشن تبع الالفيولار، وبالتالي لابد من وجود جهاز دفاعي. الجهاز الدفاعي في الجسم يتلخص بوجود ما يسمى الالفا 1 انتي تريبسن. شو وظيفه الالفا 1 انتي تريبسن؟ انه يروح ويعمل انهبيشن لمين؟ الإيش اللي بيطلعوا النوتروفايل عشان يقتل، اللي هو شو؟ ايتي البروتياسز من ضمنهم الالاستيز. حلو؟ الان اذا عملت انهبيشن للالاستيز راح احمي الالاستين الموجود عندي. طيب كيف انا ممكن اشغل جهاز هجوم وجهاز دفاع بنفس الوقت؟ هذا بيعتمد على الهوميوستاسيس في الجسم. اوكي، المانجمنت لهذه الامور بيعتمد على الهوميوستاسيس، قديش عندي كونسنتريشن من الالفا 1 انتربسين، وقديش في عندنا ريسبونس بالاميولوجيكال سيستم لحد ما يشارك اعضاء اخرى من الاميون سيستم في هذا الموضوع. So it's another story to explain ان ليش بتفرق الاثنين، بس you have to have الالفا 1 انتربسين. من وين بيجي الالفا 1 انتربسين؟ مين بصنعه؟ الليفر. رايت، ثانك يو. اوكي، ما دام الليفر كويس وبصنع الفا 1 انتربسين بالاضافه لبروتينات اخرى، سو وي ار جود، لحد ما يصير في عندي مشكله في الليفر لا سمح الله، ويصير في عندي نقص في مين؟ في الالفا 1 انتي تريبسين. واذا صار هذا الحكي the individual will develop what's called emphysema. اوكي، الانفيزيما اللي هو عدم القدره على التنفس او عدم قيام اللنج بالوظائف تبعتها لادخال الاكسجين بالشكل الطبيعي، لانه في عندنا كولابس بالالاستين، وهذا المرض وراثي. سو الالفا 1 انتي تريبسين موجود في البلد، وظيفته الاساسيه انهبت البروتياسز او البروتينيسز زي الالاستيز، مهم جدا يعمل انهبيشن للالاستيز synthesized by liver again. And we have like 2 to 5% من الانديفيدوالز في هذا الديزيز عندهم ميوتيشن في مكان محدد اللي هو بسموه GAG 342. شو يعني GAG 342؟ لو جينا على البروتين تبع الانتي والفا 1 انتي تريبسين، عنده حامض اميني رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 الى اخره، لحد ما يوصل لوين؟ لحامض اميني رقم 342. هذا الحامض الاميني او الكودون اللي بيعمل الحامض الاميني رقم 342 مسؤول عن تحويل اللايسين الى، راح يتحول بسبب ميوتيشن، بدل ما يكون هو جي اي جي وتحول اي اي جي، راح يحول او يصنع ما يسمى بالجلوتاميك اسيد. اوكي، سو ذيس از هاو اتس ديفلوب. هلا الناس اللي عندهم هذا النوع من الميوتيشن يسموهم زي فيريانت. ايش يعني زي فيريانت؟ يعني حتى توصف الشخص اللي عنده هذا الميوتيشن تحديدا له هذا الاسم. الزي فيريانت معناها النوع زي بكل بساطه. الان الناس اللي هم سموكرز راح يكون في عندهم هاي ريسك تو ديفلوب انفيزيما اذا كان عندهم الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي او زي فيريانت. خلينا نسميهم هلا، يلاحظ انه عند الاشخاص اللي عندهم ديفيشنسي بالالفا 1 انتي تريبسين they will aggregate or they will precipitate اللي هو الالفا 1 انتي تريبسين وين؟ بالليفر سيلز. ليش؟ لانه ضل هنا بسبب الميوتيشن وما طلع من الليفر. So just as an example of the malformation of a protein. هذا الشارت هو ملخص للقصه الاساسيه في الشابتر اللي بتحكي عن الكولاجين سينثيسز. احنا قلنا انه لازم يكون في عندنا دي ان اي وار ان اي، بعدين يصير عندنا ترانسليشن بوث الرايبوسوم زي ما احنا شايفين بالاندوبلازميك ريتيكولوم، يصير عندنا موديفيكيشنز، اند ذن وي هاف فورميشن اوف تروبوكولاجين، اند سمبلي ذن after that we have another modification outside of the cell by the cleavage of the tropocollagen. بعدين في عندنا cross linkage in order to form the final structure of the collagen. هاي بشكل مختصر قصة الكولاجين how it's formed. أي سؤال يا جماعة؟ يعني هاي فرصة إنه ما تبعتليش على الإيميل، لأنه مش ما بدي أرد، ما بلحقش أرد يا جماعة. دكتور
تقدر تعيد موضوع جي اي جي 343 اكبر من اي او جي؟ جي على رأس. بكل بساطة ما هو مقصود به كالآتي. خليني أعمل إشي، أول إشي هذا نيو سلايد وأكبره. نحكي عن الجي اي جي هلا. نورمالي خلينا نرسم بس القصة. نورمالي إحنا في عندنا جين أوكي للألفا 1 أنتي بيبسل. حلو. هلا في عندي على الموقع هون هذا الكودون اللي هو على الجين، المفروض يكون السيكونس الطبيعية جي اي جي. ايش يعني كودون؟ اللي هو الكود الموجود على الار ان اي. هذا الجي اي جي بعطيني حامض اميني الاكسبريشن تبعه لايسين نورمالي. بسبب ما صار في عندنا ميوتيشن اوكي في هذا المكان. طبعا في ميوتيشنز باماكن اخرى حسب الشخص، حسب طبيعه الديزيز عند الاشخاص. هلا الميوتيشن في هذا المكان، ليش اهتمينا في هذا المكان؟ لانه اسمه زي بس. بدنا نعرفكم على الزي فيريانت، هذا هو. فالان عند الاشخاص الاخرين او سوري في البروتين في الكودون الجديد اللي راح يطلع اللي هو هذا في نفس المكان، هو بدل ما هو جي اي جي تحول الى اي اي جي. هلا الاي اي جي الكودون تبعه ما بيعطي لايسين، راح بيعطي حامض اميني اخر اللي هو جلوتاميك اسيد. هلا كلنا بنعرف انه هذا بيسك امينو اسيد وهذا اسيتيك امينو اسيد. تخيل انت غيرت في الكودون، وبالتالي هون في الحاله الاولى حيطلع عندك بروتين مثلا شكله هيك. في الحاله الثانيه اللي هو الميوتيتد راح يطلع عندك بروتين هيك. هلا بسبب التغير في حامض اميني واحد صار هذا نون فانكشنال وهذا فانكشنال، وبيؤدي الى تراكمه في الليفر سيلز وما بروحش على البلد، وبالتالي في عندك ديفيشنسي بالالفا 1 انتي بيبسل، نقص فيه. تمام. سبب النقص انه هو ما بيروح على البلد. ليش بيروحش على البلد؟ لانه الليفر عمال بيصنعه بطريقه مشوهه وبضل موجود في خلايا الليفر. وضحت ولا وضحت دكتور، شكرا. في اثنين رافعين ايديهم، دانيا عوض واسلام. دانيا يعطيك العافية دكتور. بدي أسأل هسه الأستودينوس إمبرفيكتا، في أولاد بنولدوا فيها وبيعيشوا يعني طبيعي، ولا يعني بيموتوا هم الجنين في بطن الأم؟ Thank you. Thank you for asking. هلا الحلو جدا إنه بعد ما ناخذ المحاضرات زي هاي نروح نشوف والله كلام الدكتور أو الصحيح ولا لا. ترى الميوت يور مايك بليز يا ترى. طيب إنه نروح نشوف إذا في عندنا أنواع أخرى ومين منهم ليثل. تمام. ففي ليثل وفي عندنا نون ليثل، بكون في ناس عندهم فراجايل بون او بريتل بون يعني هش اوكي. ففي ناس عايشين بس في عندهم مشاكل في الكولاجين وبالتالي مشاكل في العظام بريتل بون بسموه، وفي ناس لا ليثل فيتال ديزيز. اسلام يعطيك العافيه دكتور. هلا سؤال على شابتر 3 عادي اسال؟ اسال دكتور. هلا الميوغلوبين كيف يعني راح يكون نصف مشبع وهو ما عنده غير سنجل امينو اسيد او سنجل بولبيبول سنجل يونت؟ حدا بيقدر يجاوب سؤال اسلامي يا جماعه؟ ممكن يكون سؤال من اسئله الامتحان. انه الهيموغلوبين بقدر اقتنع انه ممكن اشبع ربعه نصه ثلثينه، ليش؟ لانه عنده فور سب يونت. طب الميوغلوبين كيف بدي اشبع نصه؟ ما هو يا مشبع يا مش مشبع. دكتور ها يمكن انه نسبه التراكيز يعني في بعض الميوغلوبين بيكون فاضيات وفي منهم بيكون مرتبطات مثلا. طيب اكزاكتلي سو انا انيبل انوتيشن وذ اذرز. هاي بدي اعمل لك انيبل انوتيشن، ترسم لنا هون. اعتقد يو كان درو ناو. حاول دقيقة شوي هيك ارسم عادي هيك. لا على السلايد طالع شيء معنا؟ لا والله مو طالع، لانه انا عملت انيبل للانوتيشن. بس انا يمكن لازم افعل خيار اسامه هي برسم اسامه. انت والله يا دكتور مش عارف بس مو ظابط. طيب انا برسم عن نفسي.
So عجبتني هاي ال enable annotation لأن سالفة هذا سؤالك يا وسام إسلام بس دكتور كمان سؤال إنه خلينا نجاوب على هاي هلا التجربة لما نعملها يا إسلام والحكي للجميع طبعاً إنه إحنا نحكي عن الميوغلوبين we are not talking about one molecule نحكي عن شو أكثر يعني كثير كميات كبيرة a lot of molecules فلما بحكي saturation of مثلاً 5% 10% وقديش أنا شبعت من المحلول تمام مش قديش أشبعت من نفس الملوكيول يعني الحبي هاي مثلاً أنا عندي 50% إشباع للملوكيولز not single molecule السؤال الثاني يا أستاذ دكتور الهيموغلوبين جوهر 1 موجود برضو بالفيتس إيش هو؟ جوهر 1 لا إمبريونيك هذا بالفيرست 3 مانس بعدين خلاص ليش؟ يعني مش موجود في الأدل؟ لا ليش؟ تقدر تقول ليش؟ في عدة إجابات أول شيء switch on switch off of the genes in four regulations ولأنه في عندنا أماكن مختلفة للصناعة تمام؟ إذا قرأتي إنه ببلش باليوك ساعات بعدين بالليفر بعدين بنتقل للبون مرو عملية السينثيسيس مثل في عندنا different tissues أصلاً ما رح يكونوا موجودين later on تمام شكرا دكتور غلبت اذا ما اجبت انا عندي سعه صدر انه يعني اسمع السؤال مره ثانيه وثالثه بس الا اذا يعني كانت معلومه سيلي وعمالها بنعيدها اكثر من مره بس انت لانك مش سامعها نعيد لك اياها ف لا اذا مش واضح المعلومه بعيد ما عندي مشكله any other questions are we good شام دكتور أنا من امبارح سألت عن الكولاجين. ارفع صوتك شوية شام المايك بعيد كان. بحكي أنا من امبارح عن الكولاجين. وبعد ما عرفت أجاوب. الهيدروجين؟ لا الكولاجين. الكولاجين إيش السؤال كان؟ إنه مفيد أو لا بس أنت حكيت إنه يعني فهمت الحاضر إنه هو علميا لا. إنه ما نستفيد من الكبسولات أو الكريمات. There is no proof. بس هو عمل كمان. نكون منصفين. There is no proof إنه في عندنا improvement للكولاجين بسبب تناول هذولا supplements. هلا ممكن حدا يجي يقول لي مثلاً والله إنه الأحماض الأمينية الموجودة في هذا النوع من supplement هي بتساعد على تكوين الكولاجين. Yes, could be. بس أنا أذر أمينو أسيد ما هو بالبدي فيه 20 حامض أمين ونصهم essential بصنعهم الجسم. إحنا في عندنا مشكلة في الآليات اللي بتعملها بتصنع الكولاجين بالإضافة لأشياء أخرى we have to consider them first of all the weight والإي شام سمعك سامعك النت عندك ضعيف يبدو أعتقد أسامة دكتور يعطيك العافية هلا شام روح مكان في يونيتي كويس و I will listen أسامة أعطيني سؤالك دكتور بعدنك الهيموغلوبين لما يرتبط لما يصل حد الإشباع بالأكسجين إيش بيصير بالأفينيتي بالأفينيتي أفينيتي الأفينيتي فور أوتو كل ما كان الأكسجين أعلى كل ما كان أفينيتي أعلى قصدي لما تصل الإشباع لحظة ولما وصلت الإشباع ايش بصير بالافينيتي لحظتها؟ ما هو مشبع، ايش بدك تحكي بالافينيتي؟ هو عنده افينيتي ات ذات ليفل يعني راح يترك كمان اكسجين وهو لا ما طول بالك حسب سؤالك بدك توضح لي وين بتحكي لما بكون هو مشبع بالاكسجين معناته الانفايرمنت اللي حوله مليانه بالاكسجين باللنج فبضل ماسك عنده افينيتي عالي جدا للاكسجين شو اللي منعه يتركه طيب؟ منعه يفلته؟ وهو باللنج many things اول شغله الكونسنتريشن تبع الاكسجين بارشل بريشر اثنين البور افكت انه عنده مور الكالين كونديشن مقارنه ب عندي المحاضره خليني ربع ساعه بخلص ان شاء الله الشغله الثانيه 2 3 بس في السوليسريت از لوور ات ذات سايت عندنا مور ذان وان فاكتور كنترولينج الافينيتي إذا أنا
طيب اوكي هلا توضيحا للي حكته هشام بالنسبه لموضوع الكولاجين والسبلمنتس هذول. اول شيء انا يعني عندي تحفظات كثيره على السبلمنتس اللي تباع بالاسواق لانه الهدف منها واضح تجاري. اوكي الشيء الاخر انه we can improve our collagen our proteins by working on the molecular biology of these proteins. هي الاشياء اللي بتصنع الكولاجين بطريقه صحيحه. يعني مش معقول واحد as simple as that. خلينا نحكي بشكل يعني مجرد. مش معقول انا اطلب من واحد او اتوقع ان واحد يكون عنده الهيموجلوبين كويس وهو بتناولش المواد اللي فيها حديد. مش لوجيك بالمره. اقول له مثلا روح اخذ فيتامين A. ما هو اصلا هو لازم يكون عنده حديد عشان يعمل هيموجلوبين. طيب شيء ثاني لازم يكون عنده جود سيلز بالبون مارو. في اذر فيتامينز بيساعدوا على انه انا اصنع الهيموجلوبين اتسلف از اجلوبين. ففي ماني كومبوننتس بيشاركوا في هذا الموضوع. ما فيش حل سحري، ما فيش علاج سحري. يعني قصة ال شو بسميها أنا هاي الموج اللي طالع بخبير الأعشاب وخبير علاج الطب العربي وخبير الخبراء اللي بيطلعوا هذولا إنه بالتجربة والخطأ في خلطة أعشاب سحرية بتعالج من البروستيت كانسر والبريست كانسر والمغص ووجع الإذن. فيش علاجات سحرية جماعة. تمام ديننا مع ثقافتنا العربية عامل مشكلة. الدين بيقول لك تمسك بالعلم، العادات الاجتماعية بتقول لك تمسك بالتنسك يعني بالتجربة. اسأل خبير بقول لك أو اسأل مجرب. يعني في تناقض. إحنا أمة لازم نستند على العلم لأنه هيك ديننا بنقول. إحنا فاهمين العكس، فاهمين إنه الدين بقول لك توكل على الله وأي شيء بفيد. مش هيك ولا يمكن نسوي شيء بحياتنا، بنضل على الهامش. أوكي عشان الناس، عشان هيك العالم الآخر تفوق علينا. احنا توكلنا، العالم الثاني لا اخذ بالنواميس الكونيه والقوانين واشتغل عليها لانه العلم هذا ثوابت رب العالمين. يعني مش شيء ضد الدين او ضد الخلق، على العكس تماما. يعني anyways دكتور بس سؤال اخير. يا علي اخر سؤال انا بدي افوت على المحاضره. دكتور هسه الكولاجين از ذا موست اباندنت ان ذا سكن صح؟ انه بروتين بكل الخلايا مش بس كن كل الخلايا. طب مش يعني مش الإلاستين مثلا makes more sense إنه يكون هو اللي بالسكن عشان ستريتشي؟ هو السكن ستريتشي بأصله، يعني يكون much ستريتشي. لا بس يعني عشان يعني شوف أنت لأنك بتشوف الجلد في عنده flexibility so you expect إنه عنده stretchy structure. لا مو السكن، نتكلم عن الديرمس والإبيديرمس فهو تيشو كبير مش خيوط بدنا اياها ستريتشي. هذا تيشو. اوكي. الستريتشي عندك التيشو نفسه مجموعه الخلايا وليس الالياف في مكان ما. اذا بتروح على الالاستين راح تطلع انت على يعني سبيسيفيك ستراكشر اوف بروتين ات ذات سايت. طيب نخلي مجال الاسئله في مكان اخر ونكمل موضوعنا لان راح نحكي عن شيء مهم جدا مرتبط بالبروتينز اللي هو عباره عن سبيسيفيك اكزامبل. راح يكون اخر اكزامبل بما يتعلق بجزء البروتينات والامينو اسيد والى اخره. تمام؟ فحكينا عن الهيموجلوبين والميوجلوبين از جلوبولار بروتينز. هذا الموضوع الجديد او هذا الشابتر برضه بيتكلم عن جلوبولار بروتينز اللي هم الانزيمز، ولكن وظيفتهم شوي مختلفه، لذلك اخذوا هذا الشابتر لوحده. وظيفتهم مختلفه من ناحيه انه they are kinetic molecules. ايش يعني kinetic؟ يعني بالكيمياء في شغل، في حركه، في يعني برودكت بده يطلع معك. هذا معنى كاينتيك، سلوك حركي، سلوك في فيزيكال اكشن. سو ذاتس واي انه اخذناهم في شابتر لوحدهم وعليهم قصه طويله، وممكن انت تلاقي بس يعني تكست بوك من 1000 صفحه بيحكي عن مجموعه من الانزيمز مش كل الانزيمز. فقصه الانزيمز هاي قصه لا تنتهي بدايه. How they are formed, how they are catalyzed the reactions. وفي سؤال مثلا من الاسئله البسيطه جدا، خذ على سبيل المثال انا في عندي انزيم A موجود في خلايا الجلد، نفس الانزيم A موجود في خلايا الليفر. تمام؟ لا يمكن منطقيا انه الاكتيفيتي تكون نفسها. لانه الليفر مسؤول عن شيء، والسكن مسؤول عن شيء، والكورنيا مسؤول عن شيء اخر. فبالتالي هذا الانزيم اذا كان موجود في هاي الانسجه الثلاثه راح يكون في differences in the activities. بهذا عام الشات. اذا تسمح لي اللي بده يغادر لظرف ما عنده مشكله، خذوا الغياب الان. وبالتالي لابد من وجود تفسيرات انه ليش هاي الانزيمز اصلا موجوده في هذول الانسجه،
وليش كل واحد الاكتيفيتي تختلف عن الثاني؟ ما هو نفس الانزيم. اوكي، فمن هون تيجي فكره انه في عندنا other forms of the same enzyme اللي هو الايزوفورمز، وليش بصير عندي ايزوفورمز والى اخره. So it's يعني amazing story to discuss and talk about the enzymes. يعني في ناس شغلهم الشاغل دائما انه يعمل characterization للانزيمز، مثلا يروح يجيب الانزيم هذا من ورق البطاطا او من ورق البندوره او من ورق الخيار او كذا، ويعمل characterization. ايش يعني characterization؟ يستخلص الانزيم بعدين يبلش يقيس الاكتيفيتي تبعته ويعمل فروقات بين هاي الاكتيفيتيز، وممكن يطلع معه شيء معين. هذا الحكي اللي حكيته بثواني بسيطه جدا، باخذ وقت طويل جدا. And it's doable. يعني you can try to do it. حتى عندهم الجامعة إنه تعمل purification و characterization للإنزيمز. عندنا protocols وهو إلى آخره لهذا الموضوع. ف we have science. We have basic يعني science that or research that we can do here. لكن أنا برجع بقول دائما للأسف قلبي بوجن لما أحكيها إنه إحنا ما عندناش practical labs. بتأمل بالخطة الجديدة حسب متطلبات WFME اللي إحنا شغالين عليها اللي هو World Federation of Medical Education. الآن مطلوب مننا إنه إحنا نجهز ملفات وخطة دراسية تتوافق مع WFME اللي هو World Federation، تحكي عن العالم كله في Medical Education System، لازم يكون متشابه ولازم نحقق معايير معينة، هم 6 standards. أعتقد إنه في فرصة كويسة إنه نروح باتجاه Practical Sessions بهذول الخطط. طيب شوف مين اللي سؤال هنا على الشات، ممكن تقرأ أستاذ المحاضرة. راشد ولا يهمك، بعيوني بحط لك السلايدات وبحط لك المحاضرة، ايش بدك الآن؟ طيب نيجي على الانزيمز مرة ثانية. هم in general they are globular proteins، وحاط هنا question mark مع اشارات تعجب انه ليش، يعني هل هاي المعلومة مطلقة ولا لا؟ لا، انه نحكي دائما للطلاب وبالعلم انه في عندنا some enzymes are not proteins. اوكي، عشان هيك ليش طب صار انزيمز على بروتينز؟ يعني ما حددها بالبروتينات، لانه احنا لما عرفنا الانزيمز عرفناهم على اساس انهم بيولوجيكال كاتاليست، محفزات حيويه. بطبيعه الحال الانزيمز لا تستهلك، وهي بحط برضه عندها اشاره تعجب كبيره بالاضافه لاشاره استفهام كبيره. اوكي، خاصه بهاي وراح نحكي عنها. هو ليش not consumed؟ لأن بديها reusable، بيستخدمه عدة مرات. طيب هذا الكلام اللي هون، الكلام اللي هون مطلق؟ مش مطلق. السبب إنه في عندنا enzymes مش proteins، وفي عندنا enzymes ممكن يستهلكوا بالreaction، ولكن rare enzymes. أنا بعرف واحد بس اللي يستهلك أثناء الreaction، باقي الenzymes they can be reused. طيب أعطونا مثال على enzymes بس مش proteins عشان نصدق هذا الكلام المكتوب. رايبوزومز. رايبوزومز، شو هذول الرايبوزومز؟ ار ان اي مولكيولز. نيوكليك اسيد. نيوكليك اسيد. اوكي، هلا الجواب الاعم اذكى شوي، انه نحكي ان نيوكليك اسيدز عندهم خاصيه او ار ان اي. يس، هو ار ان اي، وزي ما حكيت لك هو رايبوزومز عندهم قدره ان يعملوا كاتاليتيك اكتيفيتي. They are working like enzymes. They do function. ولكن they are not proteins. اوكي، وبنحكي عنهم في وقتهم لما نتكلم عن modification of the RNA والماتوريشن. هلا الشيء المهم اللي لازم نعرفه انه الانزيمز واجهوا مشاكل في البدايات من ناحيه التسميه، بمعنى اخر كيف بدي اسمي الانزيم؟ يعني مثلا بعرفش ايش الطالب اللي كان معنا وتبر النيم اللي هو خلينا نسميه مثلا علا، عملت بحث واكتشفت انزيم في خليه معينه في كائن معين، فبدها تسميه، فراحت سمته عليز هيك مثلا. ومظهر راح طلع مظهر ايز، محمد طلع محمد ايز، ده نفس الانزيم تخيل، بس لانه كل واحد بيشتغل في مكان راح سماه اسم مختلف. هذا راح يؤدي الى مشاكل، لانه العالم كله الان بتوجه باتجاه الريسيرش، والريسيرش متطور في معظم الدول وعندهم كابابيلتيز والى اخره. فعشان خصوصا في الصين الان، عشان نتفادى هذا الموضوع كان لابد من انه نطلع من الريكومندد نيم الى ما يسمى بالسيستماتيك نيم. شو الفرق بينهم؟ ريكومندد نيم هو الاسماء الشائعه زي اليوريز فور اكزامبل واللاكتيد هيدروجينيز. ففي عندنا ايز دائما
مع الانزيم مشان تشيل انه هذا الانزيم. واحيانا ما راح تلاقي الايز، راح تلاقي تريبسن، كيموتريبسن، بيبسن على سبيل المثال، هذول من الانزيمز اللي ما فيهم ايز، وبالتالي صار في عندي مشكله الان في التسميه. فعشان هيك رجعنا الى ما يسمى سيستماتيك نيمينج. على سيستماتيك نيمينج مش معناها انه في واحد قاعد فرضوا على العالم او مجموعه صغيره فرضوا على العالم، لا، هو بصير في عندنا اجتماع سنوي لمؤتمر البيولوجيا الجزيئيه والكيمياء الحيويه، وكل سنه بيناقشوا فيه المستحدثات في البيولوجي بشكل عام، خصوصا الموليكولر بيولوجي والبيوكيمستري. فتم الاتفاق سابقا على انه الانزيمز اللي يتم اكتشافهم يجب ان يكونوا خاضعين للتصنيف حسب الكرايتيريا اللي الان تنوضع ونحكي عنها. في عندنا 6 ميجر كلاسز للانزيمز، وكل كلاس فيها جروب او سب جروبس. والان تسميه الانزيم يجب ان تعتمد على في هاي المجموعات في 6 كلاسز على الكيميكال رياكشن والسبستريت والبرودكت اللي بيطلع عشان نعمل كلاسيفيكيشن لهذا الانزيم. على سبيل المثال هاي القائمه بتمثل التصنيفات السته او الكلاسز خلينا نسميهم اللي ممكن اي انزيم الاقيه احطه ضمنها، يعني مش راح يكون خارج هذول لغايه الان، ممكن يطلع فانكشن اخر وي دون نو. فمعظم الفانكشنز او كل الفانكشنز اللي بيشتغلوهم الانزيمز الان راح يكونوا ضمن هذول السكس فانكشنز اللي هو الاوكسيدو ريدكتيز، ترانسفيريز، هيدروليز، لاييز، ايزوماريز اند لايكيز. بيجي عليهم واحده واحده ونبدا بالجروب الاولى. حتى احط الانزيم تبعي اللي انا اكتشفته في هاي المجموعه لازم يكون قادر على انه يعمل كاتاليسز لاوكسيديشن ريدكشن رياكشن بكل بساطه. فهو راح يكون تابع للاوكسيدو ريدكتيز. بعدين بحط الاسم تبعه، يعني هذا الانزيم اللي هون اسمه ديهيدروجينيز، ولكن لان اللاكتيت انفولد ان ذس رياكشن ات ويل بي كولد لاكتيت ديهيدروجينيز، از سمبل از ذات. ليش؟ لانه اللاكتيت هو اللي بصير له ريدكشن تو بايروفيت، مضبوط؟ هلو؟ هشام موجودة معنا؟ الو دكتور تمام. لا ما حدش مجاب، اسامه حدا من الشباب اللي كانوا موجودين. حكيت عباره والله ما بعرف انتوا معي ولا مش معي. اللاكتيت بنعمل له شو اسمه؟ بصير له ريدكشن بتحول لبايروفيت، صح؟ لا العكس. ليش؟ صح اوكسيديشن. بصير له اوكسيديشن؟ تمام، ليش؟ لانه اضفنا ال NAD بلس. لا 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 خليكي ماشي صح. اللاكتيت بصير له اوكسيديشن، صح؟ ال NAD بلس هو اوكسيدايزنج ايجنت، بس ليش قلت انا اللاكتيت بصير له اوكسيديشن؟ فقد الكترونات. اكزاكتلي. اوكي. سيم ثينج. والعكس اللي هو ريدكشن تو ذا بايروفيت لاني بضيف له الالكترونز او البروتونز. فهذا النوع من الرياكشن له اوكسيدو ريدكتيز انزيم تابع لهي المجموعه، فراح يكون كلاس نمبر 1. هلا اللاكتيت ديهيدروجينيز هذه يا جماعه هو بيحول اللاكتيت لبايروفيت، صح؟ او العكس، بايروفيت للاكتيت. طيب متوقع انه يكون موجود مثلا بالهيومن، صح؟ تمام. عندنا هذا الانزيم موجود في البكتيريا، موجود في البلانت، موجود في الممالز، موجود في كثير من الكائنات. طيب هل يعقل كلهم نفس الانزيم؟ لا، بس بيكونوا تحت ذا سيم. هلا هم جروب 1 كلاس 1، فلازم احط هون مثلا رقم يشير على انه هذا الانزيم وين شو بيشتغل، وهنا رقم وهنا رقم. فكم رقم عندي للانزيم؟ 4. الرقم الاول بصنف لي اياه وين باي كلاس، وبعدين البقيه عباره عن انه شو هو الرياكشن، شو الايزوفورم تبع هذا الانزيم. لانه اعطيكم مثال، مثلا بالهيومن في عندنا 5 ايزوزيمز، 5 لللاكتيت ديهيدروجينيز، 5 انواع، تمام؟ فلازم نعرف انه في عندنا ايزوفورمز اوف انزيم. الان عشان هيك الرقم هذا اللي قلنا عنه اللي هو هون مهم جدا. هلا اذا كان الانزيم تبعي تابع لهي المجموعه ببلش برقم شو؟ 2، ممكن يكون 1 1 1 على سبيل المثال. فانا بعرف، طب ليش بحط الارقام هاي؟
مشان أعرف أنا وياك هذا الإنزيم تبع مين. ليش؟ لأنه بدي أعمل research we have to be consistent. مش معقول أجيب لاكتيت ديهيدروجينيز من البيكس وأقارنه بالهيومن على سبيل المثال إلا إذا كان الهدف المقارنة. بس إذا بدي أعمل research مشترك أو نتفق فيه على خصائص معينة we have to do or we have to work on the same molecule or the same enzyme. The transferases اللي هو الجروب الثانية من اسمها تعمل ترانسفر لجروب زي كربون نيتروجين فوسفيت من مجموعة أو من مولكيول لمولكيول. فعلى سبيل المثال سيرين هيدروكسي مثل ترانسفريز إنزيم is an example of this group. طيب الهيدروليسيس بيعمل كليفج ولكن بمساعدة مين؟ الووتر. So they catalyze the cleavage of bonds by the addition of water. اللياسيس بيعملوا كليفج بس بدون ووتر. مثال عليهم بايرفيت بيكربوكسيليز إنزيم. هلا واحد راح يقول لي اه طيب دكتور هذا انا متاكد من هذا السؤال من هو اكثر سؤال بزعجني. هذول حفظ يا اخوان هذول الانزيمز بعد ما نخلص احنا مثلا الجلايكوليسيس والميتابوليزم اللي هو ريال بيكس انا اعتبره هذول يعني بيس اوف كيك راح يكونوا من ضمن الرياكشنز اللي انتم تعرفوهم بيصيروا. لانه على سبيل المثال في عندنا 10 رياكشنز خاصات في الجلايكوليسيس فور اكزامبل او الجلوكونيجينيسيس واحد منهم هذا الرياكشن راح تكون امور مكرره لاحقا. الايزوماريزز الايزوماريزز بتحول المولكيول to another structural formula مش كيميكال فورمولا مختلفه the same chemical formula ولكن الاستراكشرال فورمولا مختلفه اللي هو ارتباط الكربوكسيل جروب على سبيل المثال هون كانت على الكربون نمبر 1 هون صارت على الكربون نمبر 2 تمام بالنسبه لهي المجموعه حولت المثل مالونيل كو اي الى سكسينيل. ارتباط الكربوكسيل على واحد او اثنين بغيره من مثل مالونيل الى سكسينيل مولكيول اخر. الانزيم بهاي الحاله يكون اسمه يا اما ايزوماريز او ميوتيز ذا سيم ثينج. هلا في حالات لا انا بروح بعمل ليجيشن باللايجيز انزيم على سبيل المثال بايروفيت كربوكسيليز بضيف كربوكسيليك جروب على البايروفيت ان اوردر تو ميك واتس كولد اوكسالوسيليت بدل ما هو ثلاثه كربونز راح يصير أربعة كاربونز. هذا برضو الرياكشن اللي حمر علينا. أوكي فبنوقف لهون أكبر العافية and see you إن شاء الله tomorrow نكمل بقية الشابتر. We are doing very well بالمادة. اللي في عنده أسئلة we can assign certain time for the questions. كثير أنا بنبسط بأسئلتكم and it means that you are reading or you are on the right track. Okay, see you tomorrow.